السلام عليكم شباب، معكم دسنجر اول جهدي. اليوم جاي لكم فيديو جديد، راح نتكلم عن شخصيات السبورت وان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. طبعا الفيديو اللي راح تكلمت عن التانكس وتكلمت عن الديفنسيف وتكلمت عن الاتاك كل الشخصيات. طبعا في واحد تكلمنا راح تشوفونه راح يسمع على الشاشه، قال لي في الكومنت ان هذه الشخصيه فيها شوت جن. صراحه ما كنت ادري ان فيها شوت جن. لما تضغط الالتو الالتو فيها شوت جن، هذه بصراحه ما كنت ادري عنها. الصراحه شيء جيد والله، هذا يفتح عالم ثاني في هذه اللعبه. عارفين عليه كيف؟ فيعطيه العافية شباب ما قصر، ونبتدي معاكم في شخصيات السبورت. طبعا لوسيو أول شخصية راح تكون معانا، هذا الخال المدير. واحد الصراحة هذه الشخصية أقول لكم إياها قوية بس صعبة بالنسبة لي. شوف كم نجمة عليها، مثلث نجمتين، بس أنا أشوف إنها صعبة الصراحة. مو أي واحد يتقن هذه الشخصية، يبي لها تعلم شوي وتتعود عليها وحق تعرف كيف تستخدمها صح. طبعا زي ما تشوفون هذا الار 2 اللي هو الضربه العاديه حق الشخصيه، يطلق مثل ثلاث الكور او اربع. خلينا نشوف اربع. حلو، اربع كور، اربع كور تمشي على البطيء وتدمج. طبعا اذا ما كان ايمك في هذه الشخصيه صح وتوقيت صح في نفس الوقت، لان مو الايم يكفي بس حق انك تقتل. مثلا شوف هذا الشخصيه اللي هناك، شوفون كيف الايم يمشي يتحرك يمين يسار، صعب التصويب فيه. حتى التوقيت لازم يكون عندك مره ممتازه في هذه الشخصيه. عارفين عليه كيف؟ هذا شوي الصعوبه اللي فيها. الخاصيه الاولى عندنا فيه، قبل ما نبتدي الخاصيه الاولى خلينا نقول لكم ميزه. هذا لوسيو فيه مميزه انه يتحكم في السرعه ويتحكم في الهيلث، يعني مره تقدر تخلي سرعه اخوياك تزيد ومره خلف اخوياك يزيد. يعني مو بس سبورت من ناحيه الهيلث، حتى من ناحيه السرعه. وحتى يعطيه طبعا يا اخويا شيلد في السوبر. المهم اذا طقت الار 1 وشفت علامه السرعه هذه الاخضر، تضغط الار 1 وراح يدرعم انت واخوياك كلكم، راح تصيرون سريعين. يمديكم توحن للبوينت بشكل كبير وسريع، خاصه بدايه المرحله. يعني اذا بديت بدايه اللعب وتبي تدعس على قدام، تحطها وتدعسون انت واخوياك، مره ممتازه حق اذا تبون تاخذ مواقع قويه في الماب. الخاصيه اللي بعدها طبعا تشوفون هذا الهيلث او علامة الزائد الحين يوم بدلته، يقول لي في النص ثلاثة. طبعا ثلاثة هذا المجال اللي راح يدخل في مجالي، يعني اذا مثلا اعطيت بوست السرعة ثلاثة راح يكونون سريعين. لو اعطيت هيل الحين لان بدلت الى الهيل واعطيت ار 1، ثلاثة راح يتعالجون عندي. عارفين علي كيف؟ شفتون هذا تعالج اذا كنتوا ركزتون فيه. ف هذه مميزة هذه الشخصية. طبعا في خاصية بعد عندك الالتو. الالتو شنو تسوي؟ ترجع لورا. لازم تكون بمسافة قريبة حق ترجع اللي ضدك ورا، مو ترجع اخوياك، ترجع خصمك. هذا تفيدك في مراحل، مثلا في مرحلة ما اعرف اسمها، فيها بير في النص تجيهم تدفهم تطيحهم في البير حلوة، او تدفهم برا الماب، او توخر عندك الريبر اذا جالك بالشتجن وتعرف انك راح تموت، تعطي حبة كذا ترجيع وراح يرجع. عارفين عليه كيف؟ فالخاصية قبل الأخيرة، مو الأخيرة، قبل الأخيرة، لما تضغط المثلث الألتيميت اللي حقه راح يعطي أخوياك كلهم اللي حواليك دروع فوق هيلثهم. فهذا راح يزيد الهيلث اللي حقهم، يخليكم في الفايت تعيشون أكثر. يعني إذا كان في كذا فوضى في النص الزحمة، تعطي هذه السوبر يخلي الكل يعيش ما يموت لمدة أطول شوي يعني. طبعا الخاصية الأخيرة، هذا خاصية ما كنت أنا أعرفها في هذه الشخصية لين امس كنت العب على البي سي وشفت واحد يسويها. طبعا هذه خاصيه، هذه الشخصيه مديها تمشي على الجدار. شفتون علي كيف تمشي على الجدار؟ انا هذه خاصيه صراحه اكون معكم صريح ما اعرف استخدمها صح، ما اعرف استخدمها صح. ف له مشي على الجدار بس ما اعرف استخدمه، اكون معكم صريح. فهذا تقريبا كل شيء عن لوسيو، وان شاء الله عجبكم الشرح وفهمتون عليه. نروح الشخصيه اللي بعدها، ميرسي. مرسي او الناس مسميها مكري، بس هي النطق الصحيح حقها مرسي. عندها سلاحين، عندها بستل وعندها عصات السحر. هذه هي سحر ولا عصا آلية؟ ما علينا. المهم اول شيء البستل، طبعا الدمج ما في اي شيء غير عن العادة، بس دمج عادي خفيف، ما تدمج بشكل كبير. بس ان مميزة هذه الشخصية اساسا تهلث وتعطي دمج اكثر. خاصية من خاصيات هذه الشخصية انك تشوفون هذا الخوي اللي هناك عندي الروبوت هذا، تخيل انه صاحبي، ضغطت الـ1 راح اطير عليه واروح على طول سريع، واضغط الـ2 اهيل. طبعا اللون الاصفر اللي تشوفونه الحين بالـ2 يعطي هيلث للخوي اللي قدامك، والـ1 شنو راح تسوي؟ تعطي دمج اكثر.
عارفين علي كيف؟ يعني تقدر تعطي دمج وتعطي هف بس مو في نفس الوقت، في وقت مفترق اكيد يعني يختلف عن الثاني. يمدي تعبي مثلا خويك، تعبي الهف اللي حقه اذا قريب يموت، تعبي فل تعطيه دمج ويزيد دمج اللي حقه. خلينا نشوف نهيئ الولد. فعرفتم علي كيف؟ هذه مميزه. طبعا اي شيء غيرها في هذه، طبعا دمجك اذا بتنزل من مسافه فوق عاليه تضغط اكس وينزل على بطيء، بس ابي محل عالي، ابي محل عالي. تضغط اكس انزل على بطيء من الجو، يمديك تمشي على خفيف. حلو، لما خوينا مات نضغط السوبر وراح ترجع الى الحياه. هذه الخاصيه ممتازه جدا في هذه الشخصيه، اذا يعني دخلت في نص معركه وخوياك ثلاثة أربعة ماتوا وترجعهم كلهم للحياه، تعطيكم افضليه على اللي قدامك وتخليكم تفوزون. هذه ميرسي، واتمنى الشرح كان واضح. يعني اتوقع اسهل سبورت حاليا ميرسي واقواهم، يعني يعتبر واحد من الشخصيات القويه جدا في لعبه اوفر واتش. سيمترا، يا سيمترا، طبعا سيمترا شخصيه تعتبر شوي صعبه. اذا انت بتحترف سيمترا خلينا نشوف كم نجمه، نجمتين، تعتبر شوي صعبه. انا اقول لكم ليش. طبعا الدمج حق هذا السلاح اللي حقها مره قوي، شوف كيف تسحب الهيلث مره قوي، بس الرينج حقه مو بعيد. حلو حلو. طبعا الالوان يمديك تحط هذه اجهزه صغيره كذا، تعبي لك الجدار، تعبي شو بعد اكثر شيء حط ثلاثه الحين، استنى علي شوي اقدر ازيد شوي اتوقع بعد، بس ما ادري صراحه اكمل حد الاقصى، ما لعبت فيها كثير. خليني نشوف كم واحد اقدر احط الحد الاقصى، نحط هذه الاشياء الصغيره اللي تدمج. هذه ممتازه حق تسكر غرف، ان تبي عاد ما تبي يدخل تحطها ورا بيبان ورا شيء كذا، يعني شيء خرافي يعني صراحه. الدمج اللي حقها مره عالي، بس زي ما شفتوا لازم تحتاج عدد كبير منهم حق يصير الدمج عالي. اتوقع ما له حدود، اذا ما له حدود هذه مشكله دي. والله من جد لا اختفى كانه واحد فوق. كم الحين هذا حاليا؟ سته. حلو، خلينا نشوف. اي حد الاقصى سته. حلو كذا ممتاز، الحد الاقصى عندك سته. حلوين حلوين، خليهم يدمجون فيهم في المينيونز. وطبعا خاصية الار 1 تعطي خويك شيلد لفترة مؤقتة، عارفين علي كيف؟ هذه خاصية الثانية. طبعا عندك طلقتين في هذا السلاح الار 1 اللي شفتونها قدامكم، الرينج اللي حقها مو عالي بس الدمج اللي حقها مرة قوي، إذا تعرف تلعب فيها راح تعيش ملك. والخاصية اللي بعدها عندك ال 2 يشحن 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 ويطلق كورة. زي ما تشوفون المشي اللي حقها بطيء وتمشي في خط مستقيم، اول محل تطلقه من يتوخر تشوفه تمشي في خط مستقيم. طبعا هذه الضربة شنو تسوي؟ تخرق الدرع اللي حق راينهارت. اذا كان راينهارت حاط لك درع، خلنا نريكم هذا راينهارت، اذا هذا حاط الدرع اللي حقه راح تخرق الدرع وتدمجه، الدرع ما ينفع مع هذا، عارفين عليه كيف؟ المهم ونرجع الى الخاصية المميزة في هذه الشخصية السوبر، وهي راح يحط لك تيليبورت، يحط لك واحد هنا بس ما الصراحة ما استخدمته من قبل. وين الثاني؟ يحط لك هني في البيس. حلو، يعني تحطه في المحل اللي تبيه ويوديك الى المحل. ها اوكي فهمتوا شباب؟ ان تحط اللي تبي، مثلا هذا اللي عندك انت تبي اخوياك يطلعون مثلا وين؟ هذه المنطقة، تحطه في هذه المنطقة راح يطلع لك واحد اوتوماتيكلي في البيس. انا فكرت تحط اثنين بس تحط واحد. اوكي فهمت عليه، طلع لك هذا في البيس، تخش تطلع هني في هذه المنطقة. هذا شيء ممتاز، مرة ممتاز. طبعا اذا هذا راح ينفعك وين؟ اذا مسافات كبيرة في الدفاع وتبي تختصر الوقت لاخوياك تستخدم هذه البوابة، راح تفيدك بشكل كبير. طلقة مرة بطيئة بس الصراحة الدمج فيها مرة عالي. زي ما قلت لكم هذه الشخصية شوي صعبة في اللعب، لازم تتعود عليها وتحترفها شوي. فنروح إلى الشخصية الأخيرة.
زنياتا هذا شخصية ألعب فيه كثير وراح أقول لكم ليش. طبعا هذا يبيله فيديو ثاني مفصل، بس خلنا اليوم أشرح لكم الشخصية عادي بكامل. طبعا هذا زنياتا هجومي ودفاعي في نفس الوقت، بس عيبه أن الهثة اللي حقه قليل، بس المميزة فيه أنه يرجع هثة بشكل كبير وسريع أسرع من كل الشخصيات في اللعبة. حلو حلو، ناخذ لنا مزة شاي شوي كذا نروق. طبعا الدمج اللي حقه بروجكتايل اوربس، تشوفون كذا تمشي على بطيء ويبي لها ايم صاحي. طبعا واحدة من اصعب الشخصيات في اللعبة انك تتحكم عليها، وخاصة في الطلق، لان الطلق اللي حقها شوي يعتبر بطيء نفس لوسيو الدمج اللي حقه، بس لوسيو يعطيك اربع ضربات، هذا يعطيك واحدة، فيعتبر شوي الايم فيه صعب نسبيا. يعني الدمج اللي حقه مرة عالي زي ما تشوفون، بس يبي له زي ما قلت لكم ايم صاحي. حلو حلو، خاصية من خاصياته تضغط الـ L1 راح يعطي كورة اللي بدك. هذه من الخاصية اللي تعجبني، شنو تسوي؟ تشوف ورا جدار، شوف ورا جدار، عارف كيف يتحرك، وين يروح وين يجي. هذه الخاصية حلوة، عارفين يعني هذه، عارف ان ضدي وين بيروح بيجي، جنبيني اوقف معه واجيبه صح فيه. طبعا هذه شنو تسوي الكورة؟ تزيد الدمج، شفتوا؟ خلني اقتل واحد بجسمه، واحدة اثنتين ثلاث اربع خمس ست، ست في الجسم. حلو، خلنا نعطي هذه اوربس ونشوف الجسم كم ياخذ. واحد اثنين ثلاثة اربعة، اربعة فرقت كورتين، بس لو عطيت هذه في الراس اثنتين بالراحة ويموت. بس خليني نشوف الحين، هذه واحدة اثنتين ثلاث، عرفتون فرق الدمج؟ هذه خاصية. والخاصية اللي بعدها طبعا الار1 تعطي هيلث لاخوياك، يعني تكون هجومي ودفاعي في نفس الوقت، تعطيك ذاك دمج وتعطي هذا هيلث وتساعد اخوياك. عيب الشخصية، وانا اعتبر عيب كبير، انه ما عنده اسكيب. يعني شنو ما عنده اسكيب؟ يعني لو دخلت قدام واحد وتوهق تبي تهرب، ما تقدر تهرب، خلاص تتوهق وتنحشر انت واللي قدامك. زي ما تشوفون هي اللي حقها مو ذاك الزود قوي، بس يهيل، عارف. خلينا نشوف لما تي يصمد. اوه والله ما اتوقع يصمد لفتره طويله. طبعا يظل يهيل فيه لين ما توخر عنه مسافه كبيره، او يموت الشخصيه اللي قدامك، او يعبي الهيلث طبعا فل. المهم الخاصيه الاخيره تضغط مثلث، اي واحد جنبك في هذه المنطقه ما راح يجيه دمج ولا راح يموت ابدا، يعني راح يعطي شيلد لين ما يخلص الوقت اللي عندك، ما راح يموتون. وهذا كان معانا زنياتا. طبعا زنياتا انا احب العب فيه لان هجوم ودفاع في نفس الوقت، بس شوي صعب في اللعب، يبي له تعود، عارفين علي؟ اوه تعال، نسيت خاصيه، دائما كل انساها الالتو. طبعا شوف الالتو يشحن 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 ويعطي الدمج، هذا يبي له توقيت صح حق تشوف اذا تعبيه طبعا كامل. حلو، راح يموت قدامك لو تعطي هذه وتعبيه كامل وتعطيه تانك وهيلث فل، راح يموت انا متاكد. يعني لو يجيك الغوريلا مثلا، ولا يجيك ريد هوغ مثلا، ولا واحد من التانكات هذه الخرافيه وهيلث فل، وتعطي هذه الاورب وتعطي ذيك الحركه اللي قلت لك فيها، او حتى تدمج فيه كذا، راح يموت بشكل سريع. فتقريبا هذا شباب وصلنا نهايه الفيديو، شرحت لكم اياها. الخطة الجاية في القناة راح اتكلم طبعا عن اوفرواتش، راح اخذ شخصيات اتكلم شنو قوتها وشنو الشخصيات اللي تلعب ضدها. يعني مثلا خليني اقول لك باستشن، انا هذا الشخصية مزحقتني بشكل كبير، ما اكره اني العب ضدها، انت راح تعطيني الشخصية، شنو الشخصية اللي تكره تلعب ضدها، وانا اعلمك شنو تسوي كيف تفوز عليها. هذه الفكرة اللي جاية عندي حاليا في القناة، اعطني في الكومنتات كيف تحسها ممتازة الفكرة او تحسها ابو كلب. زي ما قلت لك خليني اعيد من جديد، مثلا شوف شخصية تكره تلعب فيها، او شخصيه تكره تلعب ضدها بالاصح، او الاثنين عادي ما عندي مشكله. شخصيه تحب مثلا خلينا نقول عندك الريبر هذه تزهق، تبي تتوهق، ما تعرف شلون تتفاهم معاه، عطني رايك في الكومنت تحت، تقول لي الريبر زهقني، ما اعرف كيف اتفاهم معاه، ما اعرف كيف اتفاهم معاه اساسا، وش الحل حقه؟ انا راح اعطيك الحل اللي حقه. حلو حلو، فما بتكلم عن هذا الحين اللي قلت لكم عنه، اذا تبون اعطني رايك في الكومنت تحت شنو الشخصيات اللي تبون تزهلكم اكثر اتكلم عنها، اعطيكم اشياء تستخدمها ضدها واشياء اللي تكون قويه ضدها، يعني قوي والضعيف ضد الشخصيه اللي تكرهها او تحبها.
فتقريبا هذا شباب نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم واستفدتم من شيء. لا تنسون اللايك في سبسكرايب ولا تنسى الشير حبيبي، اشوفكم على خير فيديو جاي.